تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة وأولياء العهود. عبر سمو فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لهم بهذه المناسبة المباركة، مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والهناء وعلى بلدانهم وشعوبهم باليمن والخير والمسرات.